صارت الحر لو داس الزمان ورمى من ما جرى يبكي وينوح وعيون من البكا وارمى واقول لك الجد يا اخي سيب يا اخي سيب الخسيس ورمى خبز وفتونة لو كانوا يا خلق في المعروف فتونة ما كنتش أقول مقتدر في علا على ما جرى لي ويح قلبي لما جرى لي صابر على حكم الكريم ما ولا يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على يعني يعني انا هقول ان انا شلت الراحه. احنا جايين نطلب اظهار العيل من عيال دي سبب الموت. انا السبب رفضت تتجوزني ليه وانت عارف ان انا مغصوب على الجواز منك؟ عشان لو كنت رفضت كان ابوي هيجوزك لواحد تاني من اخواتي. قلت لك الداخليه ليهم عندك عين. لا 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 خلاص انت عشان فواز وعشان دخلت نفسك السجن ده دوري ادخل السجن عشانكم. الضابط طلب يقابلنا. انت قلت له على المقبره دي؟ مش قلت لي ما قلناش عليها حاجه؟ عايزك تقول للضابط على المقبره دي وهنسلمها له بس متقلل. ابوك انت اللي حرامي وهربان. رايح. طب والله العظيم لو فتحت بوقك بكلمه واحده اقول لهم انك بتشتغلي مع الحكومه. طب ما انا كمان هقول لهم انك بتشتغلي مع الحكومه. راي السلطان. قلت لي معجل يا اسهار ما تخربيش بيتك. قول ما تخربيش مغارتك. خربتك. انا عاوز حق الشرعي. وافقت انت تخبي لي ليه لما انت لسه بتحب طايا؟ انا مش هرد عليه. انا هناديك ابوي يرد عليك هو. طايا مرتك هنا. جاب الشفنا سوا ينفرح اسهار. قال لابوكي؟ لا بس حلف يكتر. انا هقول لحرب انك بتشتغلي مع الحكومه. حلو. ما كدبتش عليك يا امينه لما قلت لك اني دلال، بس كدبت عليكي لما قلت اني ممكن اذيكي او اذي حد من اهلك. انا اللي كنت واقف بحب فيها فوق السطوح دي تبقى مرتي. تمام يا امينه.
دي ضبطية العمر، اكتشاف بأهمية مقبرة توت عنخ آمون، مش كده ولا إيه؟ أيوه تعبك جاب نتيجة. شكرا يا فندم. عم إذنك. اتفضل. مالك؟ شكلك مش مبسوط بالضبطية دي. لا طبعا مبسوط. وش ما بقولش كده؟ أنت كنت هتموتي وهما بيبوظوا في المقبرة. لا معلش أنا تعبانة شوية. سرك بيه، وأنا لو سبت حضرتك وما حبيتش أكمل حضرتك هتزعل مني. كم مرة قلت لك يا أمينة ما تكمليش؟ وأنت بتضغط عليا ومصرك تكملي. أنا من آخر مرة شفتك فيها وحاسس إن في حاجة غلط. صارحيني يا أمينة، في إيه؟ طبعا يا سرك بيه في حاجة غلط. إحنا بنحارب لوحدنا. أنت نفسك نقطة ببحر. احنا لو وقعنا حربي هيجي 100 حربي بداله. الناس نفسها مهما كانت طيبه مش عارفه قيمه الحاجات دي. كل اللي هينوبنا ان هيموت كم واحد من رجالتك وكم واحد منهم. مش بس كده يا امينه. طبعا مش بس كده، ونقطه بيضه في ملفك وترقيه ويمكن نشان كمان. اللي زي حرب وجبروته لما يقع غيره هيخاف. امال ايه لازمه العدل والثواب والعقاب؟ الردع يا امينه عشان اللي فكر يعمل زي حربي يبقى عارف ان هيلاقي نفس مصيره. امينه آخر مرة هسألك، في إيه؟ عايز تعرف الحقيقة؟ أنا كل اللي صعبان عليا طالب، أنت دخلته في حاجة أكبر مني، وعدته إنك تحميه، وأنت نفسك مش هتعرف تحميه. قسماً بربي، أنا ما بنامش بسبب خوف على طايع. أقول لك على حاجة، أنا هتصل بيه دلوقتي، وهجبره إنه يهرب، وهساعده أنا بنفسي. ما بقتش فارقة سنة. علي إذنك. استنى يا أمينة. مسيرك في يوم تعرف انك ظلماني. مش قصدي يا سلام، متزعلش مني. مهما حصل مش عايزك تزعل. بعد اذنك. اتاخرتي ليه يا ماتش؟ خايفه جابر يكون مراقبني. ما تقلقيش، جابر مش هيراقبك خلاص. اشمعنى؟ انا قلت له اننا متجوزين. ليه؟ قلت له ليه؟ ما فكرتش فيا؟ هعمل ايه لو قال لابوي دلوك؟ جابر كان حالي في ايديك يا مهج، كان لازم اقول له. لا، انت كنت حابب تاخد بطارك منه من غير ما تقتله، وانا كنت السكينه اللي ذبحته بيها. وانا عليكي قوي؟ مش ده اللي ما كنتش طايقاه؟ اللي ما كنتش طايقاه ده ما راحش قال لابوي انه شافني معاك خوف عليا. طلع شهم كمان. خلاص يا مهج، ايش بعي بيه؟ طايع يا طايع، ما يبقاش عقلك صغير. ما انت مش فاهم اللي انا فيه. والله لا باكل ولا اشرب ولا نام. كل مره ابوي يندح علي فيها اقول خلاص عرف تعبت. خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول قولي عاوز انا اعمل ايه وانا هعمل. خلاص ما قدمناش حل. لازم انت تروح تقول لابوي قبل ما جابر يقول له. ابوكي؟ اخاف عليكي من اللي ممكن يعملوا فيك؟ لو جابر هو اللي قال له خاف علي اكتر. حاضر يا مواجه، حاضر. ما قلتش ليه الجابر يجي يتغدى معانا؟ قلت له قال ما فاضيش. اعمل له ايه؟ ليش؟ ما فاضيش ليه؟ انا عارف منين؟ اكيد قلت له كلمتين من كلامك الدبش دي. حصل ولا لا؟ مالك يا بنتي؟ دايخة من قلة الوقت. قولي قولي هتبقى زينة. مش طايقة ريحة الوقت. طيب اهو يا ابوي. خير يا رئيس حربي. ايه؟ قال لك ايه الضابط بعد ما دليته على المقبره؟
أكيد طاير من الفرح. وأنا يهمني أفرح أكتر وأكتر. خد ده عنوان هيدل على ضبطية تانية كبيرة. روح كلمه. ليه؟ احنا لسه مسلمين واحدة من يجي أسبوع. يا راجل خليه يفرح ويترجى ومرتبه يزيد له بتاع 100-150 جنيه. يلا روح كلمه. يا ابوي اديته عنوان مخزن العمدة. ما عاوزينش مشاكل، خلينا نركز في شغلنا. مشاكل ايه؟ ربنا ما يجيب مشاكل. عصمت بيلو عارف هتجنن. احنا مالنا احنا؟ الداخلية وطبت على مخزن العمدة، مالناش فيه. يا ابوي ما تخلينا في حالنا احسن، بلاش نضربه في العمدة. يا ولدي الداخلية بقت حبايبنا وبيعملوا اللي احنا عايزينه. نعمة بعتها لنا ربنا، نرفس النعمة. ده مخزن حربي؟ المخبرين بيقولوا إن ده ملك العمدة. شفت التماثيل دي؟ وإنت هيتعمل لك تمثال زيه بالظبط. تمثال إيه بس؟ في حاجة غلط. ولو ده الغلط يبقى ربنا يدوم الغلط. يا راجل أنا بقالي 3 سنين في الصعيد ما مسكتش قشاية، أجي في أسبوعين أمسك كل ده؟ بس ربي ما أنت محتاج تريح دماغك برضو شوية. حضرتك محتاج تكلم الوزارة تتأكد إذا كان في مخازن فاضية للشغل ده ولا لأ. مستحيل يبقى حمل. مستحيل أنا عاملة احتياطاتك كويس قوي. أمال الدوخة والترجيع وسدة النفس كل ده إيه؟ معرفش. إنما أنا باخد البرشام كل يوم في ميعاده. خالتك حبلت في ولدها منصور وهي بتاخد البرشام، احنا لازم نروح للدكتور نطمن. اكيد مفيش حاجه، انا معدتي على طول بتتعبني. برضك لازم نروح للدكتور. 100 مره نقول بلاش الوكل في الشغل، مفيش سمعان للكلام. ما هي رمرمتها دي هي اللي جايبه لنا الكافيه. حاضر يا ابوي هبطل، هبطل خلاص، مش هعمل كده تاني. اعمل لها شوربه بليمون. جابر الكلب ده ما بيردش ليه؟ ايه؟ ما بتردش على التليفون ليه؟ مريح شوية. مال شكلك كده؟ أنا كويس يا عمدة بس ليه؟ بس ليه يا جابر؟ أنا وموجة الموضوع ده مش هينفع. مش هينفع ليه؟ كل شيء نصيب. جرى إيه يا جابر؟ ما أنت عارف إنها بتطفشك. لا الموضوع مالوش دعوة بكده. إحنا مش فاهمين بعضينا. بقول لك إيه؟ أنا مش عايز لف ودوران. إيه الجرى؟ زي ما بقول لك يا عمده مفيش نصيب. ايه مخزن ميتة دي؟ في مشكله يا دكتوره؟ انت خايفه كده ليه؟ تقلقيش انت زي الفل. مبروك حبلة في الشهر التالي. يا نهار اسود. لا 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 يا دكتورة حبلة كيف؟ انا باخد برشام تأكدي. ستي مش محتاجة. بصي الجنين واضح زي الشمس. دي النصيبة السودة. يا دي النصيبة السودة. مصيبة وفيه وده عيب مش شرعي.
فضحش نصيب اكبر من كده. اسكتي يما اسكتي. انا مش فاهمه حاجه. يا رب ادخلي يا ام. انا موجه. خير يا موجه؟ عايزك تروح لابويا دلوقتي وتقول لنا متجوزين. انا عايشه في كوابيس انه يعرف في اي لحظه. مش هينفع. مش هينفع ليه؟ مش انت قلت لي هتروح له؟ حربي لسه مولع الدنيا مع ابوكي. ايوه انت مالك؟ حربي ورطني عشان يضرب في ابوكي. وانت تقول له ايوه ليه؟ ليه؟ ليه بتعمل كده دلوقتي؟ كنتش اعرف. حربي ما فهمنيش. بص يا طايع انا ماليش دعوه بالحجج دي، انت تروح له دلوقتي. مش هينفع يا مهج. لو رحت لابوكي دلوقتي وعرف بعدها ان انا اللي بلغت عنه موضوعنا هيبوظ خالص. لا هتروح له يا طايع. هتروح له ولو ما رحتلوش هتاكد انك كنت بتضحك عليا وانك بتشتغل مع حربي صح. مهج. بتوقع نضاح جاي يا ابوي. ما بجيش يجيله نفس الوكل من غير عروسته. عقبال يا رب. أزهار أزهار العشاء جاهز. أزهار ما ينفعش تقعدي من غير وكل. لحقك تتزعلها واعمل لي نفيها بتاع حريم. افتح الباب يا أزهار. طب ردي علي. طيب أزهار 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 فوقي. حقوني. مالها أزهار؟ أنت ما تنطقش. حد يجي يوصلني جوار. روح بيها على فين؟ المستشفى. تجنيت؟ لو الحكومة شمت خبر انك هناك هيقبضوا عليك. هنبعتوا لاخوها يجي يشوف فيها ايه. ربنا يجي تكون خلصت. صار فوقي. فوقي بقول لك. صار النبي. فوقي بقول لك. فوقي. كرسي كرسي. يلا صار يلا صار صار. دكتور فين؟ دكتور فين بقول لكم؟ دكتور فين؟ مرتي بتموت. انت ازاي دخلت هنا؟ بقول لك بلعب الشام هتموت. اطلع بره هخلص الحالي في ايدي واجيلك. يا عم خد اللي انت عاوزه بس الحاجه لي. اطلع بره خلص الحال في ايدي واجيلك. اطلع بره قبل ما تلحق. اقول فين الام؟ مش طالع قبل ما. خلاص 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 طلعوه بره وانا اشوف الحال. بس صار انا اقولها للمحلول عايز اغسيل المعده هخلص الحال في ايدي واجي. أزهار أختي لو نظرنا حاجة مش هيكفيني فيها عائلتكم كلها. تعملت فيها إيه؟ بعيد شوية نور من هو جابها بسرعة وكناش لحقناها. إحنا عملنا لها غسيل معدة شوية صغيرين وهتفوق. مش هرحمك. انت السبب في اللي هي فيه دلوك.
الوقت لهنا. اطلع بر. قولي الاول وبعدين نتكلم. مش عاوز اكل. انا عملت ايدي عشان مش عاوز اشوفك تاني. اطلع بر. على فكرة الأستاذ اللي نجلك وجربيكي على المستشفى لولاه كان راب لا كان مفيش دعوة بكلامي. روح سخن ايديه. حصار الحمد لله على سلامتك. الدكتور طمني دلوقتي وقال انك بقيتي كويسه خلاص. مفيش داعي امك تعرف فيها اللي مكفيه. ليه بس يا زهر؟ تعبت يا اخوي. ما تقلقيش. تضفرك برقبة كل واحد فيهم. من النهارده مش هتتعبي خلاص. انا هبعت اجيب المأذون. وانت هتربي عليها يمين الطلاق. ملوش لازمة الكلام دي. اسمع يا أزهار. لو هتأذي نفسك تاني بسببي فأنا هجيب المأذون بنفسي. طلقك. كل اللي هطلبه منك قبل ما نعمل كده انك تفكري زين. وانا وعد مني هعمل اللي انت عاوزاه. ممكن تسيبنا شوي؟ عاوز اتكلم مع طايق. تنتحري يا زهر. عايزة تموتي نفسك. قلت لك من الأول بلاش الجوازة دي. وقفت قدام أنت وأمك. يا ريتني ما سمعت كلامكم. مش هعمل كده تاني يا طايق. أوعدك. أنا لسه أستنى لحد ما تعمل كده تاني. أنا هخليه يطلقك. زوج عافية هيطلق حتى لو على رقبتي. تقلقيش. هو صح هو اللي جابني هنا؟ خطرت بنفسك ليه عشان؟ فكري وجاوبي انتي. كنت هتتسجن ليه؟ قولي. عشان تهميني. عشان تفضلوا ضاغطين على طايع؟ أنا مش عاوز طايع يشتغل معانا أصلاً. أنا شايفه خطر علينا. امال عشان ايه؟ عشان عاوزني؟ أزهر انا عمري ما كنت بتهمى حد. انا اللي يقول لي كلمه ارد بعشره. اللي مش عاوزني اعذبه مش اسيبه.
انما معاك انت انا مش انا. معرفش ليه لازم برجع البلاطة يا عصمت بيه. انت قلبت عليا ولا ايه؟ انا؟ من غيرك بيحرك الداخلية. انا حبلغ عن مخزن يا عمدة. انا خسرت قدك 10 مرات. وبعد البضاعة اللي كانت هنا بتاعتنا. امال ايه اللي جرى؟ مش عارف. المفروض ان الداخلية امان. امان؟ كده وامان؟ وبعدين اللي اسمه سراج ده عينه على حربي مش عليك انت. امال لو مركز معايا انا هيعمل ايه؟ مش عارف. في حاجة مش مفهومة. أيوه وصلتوا لحاجة؟ ها؟ ومين اللي قال له على المكان؟ مين؟ مين يا عصمت بيه؟ الدكتور ضايع. ضايع؟ طيب طيب دكتور فين؟ مش هنا. هندور عليه بنفسينا. محدش هيخش بيتي. الله، هي وكالة من غير بواب رايحين على فين؟ بتستجوا على ولية سبع البرومبا؟ طيب البيت ده له راجل، ولما يجي راجل البيت هو اللي هيحاسبك. مش هيلحق، فسش البيت حتة حتة لغاية ما تلاقوه. يلاقوا مين؟ ما لقيناش غير ده، كان نايم جوه. بتعملوا ايه هنا؟ اخوك فين؟ ما عرفش. لو اعرف مش هقول لك. يلا اتفضلوا برا، اتفضلوا. يا خساره على الرجاله لما تخيب. مهجة في ايه يا عم؟ ده خير؟ مهجة فين؟ ايوه يا ابوي. عشان تعرف لما اقول لك حاجه صدقيني. طايع هو اللي بلغ عن مخزني. هو اللي بلغ؟ مش معقول. قلت لك بيلعب بينا لصالح حربي، ما صدقتيش. لا اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها. اقول لك هو اللي بلغ، تقولي لي ما فيش حاجه غلط وفي حاجه مش فاهمينها، انت بتدافعينه ليه؟ وانت ليه بتزعج لي دلوقتي؟ انا مال انا بالقصه دي؟ اسمع يا بت، جابر قال لي يا عمي كل شيء قسمه ونصيب. انا ما اعرفش انت قلتي له ايه ولا عملتي له ايه، لكن اللي اعرفه انك مفكر انك ده تدي فرصه لطايع. لا مش هيحصل ولا هيكون. عارفه ليه؟ عشان رجالتي دلوقت في البيت عند طايع وطالعين بيه على الجرافه. لا بلاش يا عم، ده اعمل معروف. اسكت يا مرة، اتحملت الحكايه دي كتير وما هيكفلهاش الا الموت. لا يا ابويا حب على يدك، بلاش تقتله، بلاش تقتله. سيب التلفون. اسمعني بس، هو هيجي لك النهارده ويقول لك على كل حاجه ويفهمك. قول لي ايه يا عمده؟ انا ومهجة متجوزين على سنة الله ورسوله. بلاش يا عمده، انا كنت متجوز. بلاش يا عمده، اعمل معروف. لو قتلته هتيقتل من اللي في بطني. اصبرني كيف؟
كنت فين يا وعد يا مقدر؟ كنت فين يا وعد؟ خزانة وبابها مسكر، كنت فين يا وعد؟ غلف نار للساعة.